خلال فعاليات المؤتمر الأول للطب الأطفالي في التخصصات كافة، كشف الأطباء المختصون عن أحدث المستجدات في العلاج والتشخيص للعديد من الأمراض وبخاصة الأمراض المزمنة، لوضع البروتوكولات العلاجية اللازمة لتلك الأمراض وفقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك في إطار التعليم الطبي المستمر. جلسات المؤتمر الهدف منها كلها على جاي في امراض القلب للاطفال، في امراض الكلى في الاطفال، في امراض المبتسرين للاطفال، بحيث ان يبقى في رساله موجهه كويسه جدا من المؤتمر في كل تخصص ايه هي زي ما بيقولوا الكبسوله اللي الدكتور ممكن ياخدها بعد ما يطلع من المؤتمر، الكبسوله الطبيه اللي يستفيد بيها. الاسهال المزمن في الاطفال، ودي حاجه مهمه جدا، لان لو الاسهال طول عن 15 يوم بنسميه اسهال مزمن، وده ممكن ياثر على وزن الطفل وحالته الصحيه، وممكن يسبب نقص في المناعه ويضعف نمو، وده يؤثر على تطوره العقلي كمان. هنتكلم كمان على إسهال النزلات المعوية، وإحنا النهاردة هنتكلم على طريقة التعامل الصحيحة مع النزلات المعوية، إيه النصايح اللي نقولها للأم ونقولها للأهل. أمراض الالتهاب التقرحي في القولون إمتى يشخصه بدري ويقدر يبدأ له العلاج مظبوط، مش مجرد أنه هو يشخصه أنه هو أمراض تانية ويسيب الطفل لغاية لما القولون يحصل فيه تقرحات جامدة. ومن ضمن الحاجات الجديدة الحقيقة اللي موجودة دلوقتي اللي هو علاج اسمه العلاج البيولوجي، والعلاج البيولوجي بيستخدم حاليا للأطفال، والحقيقة بنشكر وزارة الصحة لأنها قدرت أنها تبقى توفره كعلاج للأطفال. كما تم الكشف عن أحدث البروتوكولات العلاجية في علاج الأنيميا عند الأطفال، وأهمية التطعيمات لدى الأطفال حديثي الولادة كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية للعديد من الأمراض الشائعة عند الأطفال، وخصوصا علاج الأنيميا. دلوقتي أنواع الحديد اللي موجودة، دايما الأم بتشتكي إن الحديد الطفل بيتعبه، بيعمل له إمساك، بيعمل له مشاكل في بطنه. فدلوقتي الأنواع اللي موجودة أنواع جديدة ولسه نازلة مصر، جديدة جدا، طعم كويس، ما بيتعبش بطن الأطفال، وده يساعد إن الهيموجلوبين يرفع، ويساعد إن أداء الطفل وذكائه وأداؤه في الدراسة كله هيتحسن إن شاء الله. مرض الحمى الشوكية مرض صحيح، مش مرض منتشر، ولكن مرض شديد الخطورة. احنا بنطعم في حالتين، يا اما يكون مرض شديد الانتشار حتى لو مرض بسيط، او يكون مرض نادر لكن قاتل، وده في حالتنا احنا في الحمى الشوكية، هذا مرض قاتل. حديثي الولادة ده كل يوم متجدد في نوعية الأجهزة اللي بتستعمل مع حديثي الولادة، التقليل في استعمال الأجهزة التنفس الصناعي الاختراقية لصالح الأجهزة الغير اختراقية، يعني حاجات كتيرة جدا بتتجه أكتر نحو الأبسط، وهي دي بالرغم من أن التقدم شديد، إنما هناك ميل للرجوع إلى الطرق الأبسط في العلاج. بروتوكولات تشخيصية وعلاجية مستحدثة كشف عنها المؤتمر لتكون بمثابة الملاذ الآمن لفلذات أجبادنا للعديد من الأمراض المستعصية. محمد حلمي، التلفزيون المصري.